كي نحكيوا على زوز من الناس صحاب يحلوا مشروع قال ترى انه فما امل كبير انه ينجح ولا انت والصحاب صح انت والصحاب انا كان صاحب نيته صافي وقلبه به وكل شيء وما عنديش تخدم مخ ولا توصل انت وياه وانت تحب اما كان هذه النقطه صغيره فيها تخدم مخ مش لازم تعمل ساعات خوت هم خوت وما يتفهموا خلي باش تقول لي صاحبه ما ثم النيه الصافيه هي اللي لا ثم اصحاب خويا صاحبك مثلا تحب تعمل انت وياه مشروع ما تدخلش ثالث بيناتكم ما تخليش يكون يوشوش بيناتكم هكا اي علاقه اي حاجه انت حتى مراه ورجلها دخلت فيها ام ولا البابا سيد كل شيء تهلك وانت حتى ظفرك ما بين الظفره والحام كي دخل حاجه توسخ ولا هذيك هي صاحبي معني اذا كان عندك ما عندكش تخدم مخ وواحد وكل شيء ربي معاك اما كان باش تخدم مخك وما ينجح حتى شيء واللي يحاول حتى تخدم مخ مش باش يخدم مخه بيخمم باش يخدم مخه راه يفسد كل شيء انت خويا نيتك صافي شنو هي فلوس راه تمشي وتجي اما اذا فقدت العبد هكا راك معش ما اما فلوس ديما تدور فلوس تمشي منك 20,000 تلقى 100,000 فهمت اما العبد اذا مشى راه ما عشيرش الثقه مطلوبه في المشاريع والله انت والعبد اللي معك ثقه مطلوبه هي راه هي اكثر حاجه المطلوبه هي الثقه انت شنو اي بروجي اي حاجه في حتى في علاقات في اي حاجه هي الثقه مش نقطه من الثقه سي تحت الثقه نقطه صغيره ولا تحت قدر سيره ما عادش لا ثم لا ثقه لا ثم قدر فهمت انت اخويا والعبد اللي معك معني انا نعرف مثلا واحد كان نعمل انا وياه مشروع تمشي ما شاء الله فهمت هو مثلا عبيد خويا تخدم مخه على دينار 500 فرنك ما تسولك حتى شيء راه هز الدينار وصحه باش في الخوي اما في الاخر راك انت خسرت عبد وخسرت برشا حاجات وخسرت حياتك قدامك زيد اما حاول ما باللي حاولوا نحي تخدم مخ خاطر ما يوصلكم حتى شيء ولا لا يوصل حتى شيء واللي باش يخدم مخ راه ثنيه مازالت طويله وإذا كان معناها تحب يستنى إنسان باش يطيح راه مش باش يطيح بالعكس باش يزيد يتقوى ويفوتك غد من ناحية تخدم المخ تو العباد كلها تعيش بروجيات كلها تنجح وجوكم أحلى جو تنجم تكون الصدقة نظيفة تنجح وتنجم تكون الصدقة ماشي نظيفة ما تنجحش فهمتني كان معناتها يقول لك الإنسان كان الجسد بتاعه نظيف يقعد ديما نظيف وكان عنده رخوة تتبدل الاختيارات اختياراته تتبدل فار اكزامبل فما ثقه بين زوج صحاب حلوا مشروع مع بعضهم يسوى 100 مليون مثلا ينجم يكون واحد النيه نتاعو في اتجاه ثاني ينجم الاخر مثلا معمل معاه في المشروع لكن من بعد يولي مشروع فاشل ينوي يغير فكره معناته يولي هو يحب يطمح باش يعمل حاجه ثانيه يعمل مشروع ثاني فرو هو فهمتني ولهنا كي نحكيوا على هذايا اكيد راهي الثقه مطلوبه بين زوج من الناس هي الثقه هي السياسه كما الصانع وعرفوا لكن مثلا هذاك يروح خلي الصانع او يخدم تكون الثقه متبادله اعتبره هو موجود ولكن الصانع مثلا فشل فك الحاجه هذيك المعلم مش يفشل معه خاطر هو هذاك القائد نتاع الحركه هذيك شنو المقومات اللي تخلي مشروع ينجح بين زوج اصدقاء خاصه زوج اصدقاء نقولوا اصحاب قرروا انهم يعملوا المشروع هذي ثقه والامان يلزم الثقه والامان يكون هو السدد نتاع الفكره هذيك يكون هو التلاحم معناتها فهمتني التلاحم يكون متواصل ما بيناتهم تكون الثقه تكون النيه تكون الصدق هذاك باش يوصل المشروع انت مثلا كان عندك صديق مثلا مؤتمن وصديق تعرفه من قبل قولوا احنا صديق الطفوله مثلا وقررتوا نهار تحلوا مشروع مع بعضكم تحسبها معاه ولا ما تحسبهاش والله تحسبها معاه وقت اللي يبدا المشروع ماهوش واصل المشروع ماهوش واصل تولي تحسبها معاه تولي مش تحاسبه مش تحسبها معاه تولي مش تحاسبه ثم برشا حاجات ناقصين يولي المشروع يكون مقدم يولي مؤخر فهمتني تكون هنا انت مش تولي تلاحظ عليه في برشا حاجات اش تولي تعمل تولي مش تحاسبه وتولي مش تقص معاه الشركه وهو يقول لك فما مثل تونسي يقول لك الشركة تركة في تونس لكن تركة. قاعدين نشوفوا في مثلا فما ناس علاش بين المجتمع العربي والأوروبي
في العرب ما نمنوش بعضنا مثلا في المشاريع، لكن في الاوروب في العرب يخلي فرصه لصاحبه باش يخدم باش ينجح. احنا مشكلتنا في العرب ما نجحوش، خاطر تقول لدختي مش يسرح لي بليش، ويقول خالتي مش تغنيني، ومن بعد طلعوا سحره اش عملنا. بالنسبه لاوروبيا كي يعطيك ثقه ثقه، كي يعطيك مشروع ويمولك يمولك ما يقولكش لا. بالنسبه لنا احنا وغدوه بعد غدوه ويا من احيا، معناها خاطر هو مؤمن بالفكره، مؤمن بالفكره، هم عندهم الثقه، هم كي يعطوك الثقه يعطوك الثقه. بالنسبه لنا نحن نعطوك الثقه ولكن المخ يخدم، ديما تراجع في الاقوال، وتراجع في الاقوال اش تخلي، خاطر نحن نسمعوا. تجي انت صاحبي تقول لي هذاك رد بالك منه واحكيوا عليه دعاية ماشي باهي وكذا، اش يولي هنا؟ يولي تلافظ في الاقوال، وتلافظ في الاقوال اش يخلي؟ يخلي الرجوع في المشروع. فهمتني؟ وهذا معناه ينجم ينقص من الثقه اللي ينقص فيه. ينقص من الحياه كامله، مش من الثقه. انت لو كان تجي وتلقى مثلا اشتر المال ما ثماش، تلقى الرباعه اش تولي؟ تولي منهار. والمنهار هذاك اش يولي؟ يولي ازمه، ازمه اقتصاديه، ازمه نفسيه، ازمه تكلوني، كل شيء معناته. توقف في جميع الاحوال، يولي البشر الافكار نتاعو تضيع. يقول لك هنا انا تراجعت وقولي معناته نحاسب ونقص، كان ثم حاجه ثم ما ثماش على رب. بالنسبه لقاورك يعطيك ويمولك تاكل مش ما تاكلش، اما لكن فلوس وياسر باللي تاكل ديما عندك شيء مغطي. ونحن نخافوا من البراني، ما نخافوش من الليلين، الليلين ناكلوه، البراني يخافوا منه، علاش؟ يده طايله، هو الطايل هو الله سبحانه وتعالى. فهمتني؟ هذيك الحاجه الوحيده المعروفه في العرب، علاش احنا نمنوا البراني وما تنمنش خوك؟ ولا ما فما مشاريع بين خوك اصلا وما تنجحش. ما تنجحش، علاش ما تنجحش؟ ما تنجحش بالثقه. الثقه هي اللي توصلك، ما دام ما ثماش ثقه، كيفاش بتحب روحك مش تنجح؟ لكن البراني يمشي معها بالصدق. وبن عم وخوه ما يمشيش معها بصدق. لكن تلقى تونسي من تونسي رابح راه يقلل الوجود. لوجيك. المشاريع العائليه، نقولوا عائله تحل مشروع، بين انت وخوك ولا انت وولد عمك، تراها انجح من انه تحل مشروع مع حد ما تعرفوش؟ لهنا ولا حسابات، خاطر تنجم تحسبها مثلا مع السيد ما تعرفوش، لكن مع اخوك وولد عمك تولي تتغاضى النظر. تحسبها مع البراني تحسبها، ومع اخوك ياكل اخوك باش تجي تحاسب ويقول لك ماني عملت وماني عملت وماني عملت وماني عملت، من بعد اش تولي؟ ما تنجمش تحسبها معه. مع البراني تحسبها، مع اخوك ما تنجمش تحسبها. تخدمها مع البراني؟ تخدمها مع البراني خير من اللي تخدمها مع اخوك، خير من اللي تخدمها مع اقرب الناس ليك. خاطر علاش؟ ما ثماش قد توصل ربي، كل واحد يحب يصطاد يحط في جيبه. فهمتني؟ كل واحد يحب يصطاد هذاك 10 زايدة 20 زايدة باش يحطها في مكتوب. ما يعرفش اللي هذيك فيها ثقة. ولا كانت نحت ثقة اش تلقى؟ ما عادش يولي مشروع. هي الثقة. هي الثقة والنية. ما ثماش ثقة ونية ما ثماش مشروع، راهو لوجيك. كلمة لوجيك. كلمة الختام. هل من نجم نراو مشاريع خاصة في تونس مبنية على الثقة؟ والله إن شاء الله، والله إن شاء الله، لكن الناس تنظف مخاخها وثم صدق ما بيناتنا، والله نراو مشاريع ونراو دنيا أخرى ونراو تونس أخرى. علاش؟ وكان جينا نخدموا بالصدق مع بعضنا، تونس راهي خير من الإنجلتير صراحة. وكان جاء اللي يخدموا المؤسسات الدولية معناتها، جينا نخدموا ونعاونوا ونهزوا بعضنا وناخذوا مع بعضنا، رانا لاباس علينا معناتها. رانا لوجيك، رانا لاباس علينا، رانا نستحمدوا ربي نشكروه. وراه ما تلقاش عندنا البطال. واللي عنده مشروع صغير يمولوا الاخر في مشروع كبير. واللي يمشي من غير اللي يمشي في شلاكي يولي لابس صباط، واللي يمشي في الصباط يولي لابس سبيدري. وبيحاول الله، وهذا شويه وهذا شويه وتتبناه وتتهز. باش؟ بالثقه.